مرض نفسي او عقلي من الصغير حتى الكبير هي 48 فصيلة 9 يعني 50%، يعني في هذا الجسم وقر ربما 50 جنس، يعني في هذا الجسم وقر ربما 50 جنس، يعني في هذا الجسم وقر ربما 50 جنس. ما عرفوش نقسموا هكا ولا الوزراء. سيد الوزير، تمشي للمحكمه وتخلص، تمشي للمحكمه وتخلص، تمشي للمحكمه وتخلص الدعره دعره 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 وتحافظ على دائره دائره تجد فيها طبيعه الصحراء والشواطئ الدافئه لتشكل بانوراما ساحره. والراضي 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 راه هذا في الربان ماشي السوق. نترقص انا نمشي نضرب الغرزه ديال إضافة إلى المآثر التاريخية والفولكلورية الشعبية. الموضوع السيد الرئيس. لا شغلي؟ لا. هذيك الساعة تحس غير الهضرة، تحس غير الهضرة، تحس غير الهضرة، هضرة، هضرة. ماشي شغلك. بلوحات متنوعة ثقافية و بارك الله الهضرة بزاف، بارك الجس. بركه انت دائما صدع الدنيا والهضره جميل. ماشي شغلك. المتنوعه وب جميلك على الهضره. نقسموا هكا ولادنا، نقسموا هكا ولادنا. دابا الا تتكذبونا ها هما. لا 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 ها هما. من قبيل ما صبوا الكريم وبصمت نفضلكم فضلوا سيدنا حقيقة سيد رئيس الحكومة حنا حرنا خويا معاك مع احترامي لك، لأنه ملي كنتقدك شي شوية تتقلق، ملي تتقلق تتنفعل. إلا كان عندك في الدستور كتعلمني الموضوع قولها لي. وملي تتنفعل سيد رئيس الحكومة كيصعب شوية. سيد رئيس أنا مرتبط بالقانون الداخلي. الله يسلمك بخير، ما عندكش الحق باش تتكلم معايا. لا اسمح لي، اسمح لي سيد رئيس الحكومة، عندي الحق فقط. أنا اللي كنسال، لا اسمح لي أسي بن كيران، أنا الذي أسير الجلسة ومن حقي وعندي الفصل في القانون الداخلي وفي الدستور. العفو، هذا كلام لا يليق بك سي رئيس الحكومة. هذا هو، هذا كلام لا يليق برئيس الحكومة. العفو عفو. وإلا عاوتاني درنا مشينا كيف ما بغيتي وبغات الحكومة ما غنرجعوش هاد الشيء اللي قلتي ديال الأدوية. أنت تعلم علم اليقين أن الوزير ديالك في الصحة الثلاثية ديال الأدوية اللي نقص لهم الثمن نقص لهم لراسو، حيت شكون اللي كيشريهم؟ كيشريهم المستشفيات، يعني ها المواطنين ما لاقوش يستحقوا. بالهدا هو بالهدا بالهدا ها بشوية فولكلور الشعبية متنوعة بلوحاتها النقطة الثانية اللي بغيت نشير ليها هادشي تيخصص سياسة الحكومة. الموضوع بفضل لا السيد رئيس موضوع الناس الموضوع. اليوم تكلموا على الأحزاب السياسية ما تكلمتش معاهم على الموضوع. الله يخليك كتكلم مع رئيس حكومة. عاد إذنكم بخصوص ربطة عنقكم المتقنة والمحكمة الإتقان والمتناسقة الألوان. ومغارة واد بن المغاير واد واد الواعر واد الجريفية وقبر العملاق ومقبرة. أنتم تعلمون سيد رئيس الحكومة أن تناسق الألوان هو سر الأناقة والرصانة، فمزيدا منهما ترحال تلال رملية ونقوص صخرية مكتشفة بأكدز ديتا. هناك حرارة زائدة عن اللزوم، نلتمس أن المكياف يخفف علينا شوية ديال ضغط الحرارة. تعلم تحترم الوزراء، تحترم الوزراء. كيف هذا الشيء معايا بقلب إلا كيف على شيء وما بكل صحة. خلعونيش مرة أخرى، ما غتخلعونيش، ديروها في البال ديالكم. التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار، الاستثمار بهذه الوزارة. كفى من العبث، أعطيوا الناس حقهم، أعطيوا الناس حقهم، 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 حقهم. والتزموا بتنفيذ الحكم. شديدا وذلك بسبب ظاهرة حشرة غريبة تسببت في لدغ عدد كبير من المواطنين. وفي هذا الصدد نسألكم السيدة الوزيرة عن أهم التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وكذا الخطوات التي ستقومون بها بتنسيق مع الجهات الأخرى والمسؤولة للقضاء على هذه الحشرة.
السيد الرئيس. السيدة الثانية سؤال حول الحشرة. سؤال حول الحشرة. نعم. إذا كنتم تتكلمون. استسمع عن مرض الليشمانيوز اللي هو حقيقة الليشمانيا اللي هو مرض جلدي يصيب الإنسان حيث يتنقل من الفئران أو الجلد. سيد رئيس راك عزيز علينا. يا سيدي أنت في محلك. احترموك. الله يخليك احترم نفسك. كذاك. الأستاذ تفضل تابع. ولهذا التشويش لا أسير عطاش بطل. أيوة لولا الهدوء لا تنضافوا للجهات التي تشوش على هذه الحكومة فقد كثرت. آسي المستشار المحترم. نعم. آسي المستشار المحترم. ارجع سيدي. الهدوء من فضلكم. تفضلوا سيد الكريم. سيد الرئيس. كذا. تفضلوا. حتى نعرف راسي. تفضل. نعم. ماشي شغالك انت. سيدي. ماشي شغالك تكلمتي على شنو ما بغيتي. الله يخليكم. هادشي اللي كاين. سير لبار. لا غنتكلم ولكن إلا قطعني شي واحد راه ما ينوم غير راسو. سيد الرئيس. لا هادشي اللي كاين. سيد الرئيس تفضل. كل الأمور واضحة. سيد الرئيس. أنا ماشي حيط قصير. سيد الرئيس لست حائطا قصيرا. يا سيدي تفضل. وأنت رجل نحترمك ونقدرك. يا سيدي تفضل. يجب أن تقدرنا. ماشي شغالك سيد الرئيس. تفضل. ماشي شغال. أنا عندي الحق نتكلم. ولا خرجت على الدستور نبهني. اللي الرابط بيني وبين الدستور. سيد الرئيس. هكذاك. والو أنا ما محتاجش نتكلم. إلا كان من الضر يسكت يقول لي اسكت. هذه الحكومة كيساندها الشعبية تكلمات وكيساندها الشعبية سكتات. الله يخليكم. نعم وقد واجهتوا بعضكم بالصمت. وغلب الصمت الكلام الفاحش. سيد الرئيس. وغلب الصمت الكلام الفاسد. وغلب الصمت غلب. سيد الرئيس. غلب الشتمة وغلب السبة وغلب كل كلمة سيئة. سيد الرئيس تفضل. باش تكون على رأي.